إكسبرس إف إم الأخبار. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة الداخلية تؤكد في بلاغها الاحتفاظ بشخص بالسجوم من أجل تعمده تعطيل سير العمل الانتخابي بالمدرسة الابتدائية الطيرانة وتوزيع مبالغ مالية على الناخبين قصد حثهم على التصويت بلا، حيث حجز لديه مبلغ مالي قدره 910 دينار. كما تم القبض على 3 أشخاص بالقرب من المعهد الثانوي الصديقية أثر تعمدهم إلقاء كيس بلاستيكية به ورقة كتب عليها 3000 دينار، وحجز لديهم مبلغ مالي قدره 1730 دينار. وبالتحري معهم تبين أن أحدهم شقيق أحد العناصر الإرهابية التي تم القضاء عليها في عملية الروحية سنة 2012. وأضافت وزارة الداخلية أنها قامت بالاحتفاظ بامرأة بحي الزهور من أجل تعمدها تعطيل سير العمل الانتخابي بالمدرسة الابتدائية بالجهة ودعوة الناخبين إلى التصويت بلا، مشيرة إلى أنها رفعت الإخلالات والمخالفات الانتخابية إلى هيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق المباشر مع النيابة العمومية. النتائج الأولية للعدل اليدوي والآلي للأصوات المصرح بها في الاستفتاء بالدائرة الانتخابية صفاقس 1 تفرز عن تصويت 107848 ناخب بنعم، أي بنسبة 94.8% مقابل تصويت 5907 ناخب بلا، ما يعادل نسبة 5.2%. ويبلغ عدد الناخبين المرسمين بسجل الانتخابي بالدائرة الانتخابية صفاقس 1 3052658 ناخب، أدلى منهم 113755 بأصواتهم في صناديق الاقتراع، لتبلغ نسبة المشاركة العامة في الاستفتاء بدائرة صفاقس 1 33.2%. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد يقرر اليوم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق شخص ينتحل صفة صحفية وصفة رسمية ويدعي بأنه له روابط بجهات رسمية ويقوم بزيارات للمؤسسات العمومية بسيدي بوزيد في إطار مهام رسمية وهمية ويتحوز على وثائق وأختام مدلسة، وفق ما أفاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر غنيمية. وبين الغنيمي أن النيابة العمومية بالمحكمة أذنت بالاحتفاظ ب9 أشخاص من بينهم طرف رئيسي ينتحل صفة صحفية وشخص آخر رئيس حزب سياسي ومدير عام بمغازة كبرى بالتفتيش وإحالتهم على النيابة العمومية التي قررت فتح بحث تحقيقي ضدهم من أجل تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك والتحيل وانتحال صفة واستغلال روابط وهمية لموظف عمومي. في أخبار العالم، حيث توصل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي عقب اجتماع استثنائي لمناقشة خطة الطوارئ الشتوية للمفوضية الأوروبية إلى اتفاق سياسي يخفض التكتل بموجبه الطلب على الغاز الطبيعي قبل موسم الشتاء المقبل وسط تواصل التهديدات الروسية بقطع الإمدادات. وختاما، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إرسال وفد عسكري لمركز التنسيق المشترك بولاية اسطنبول التركية المعني بمتابعة عملية شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية، تزامنا مع بدء المركز أعماله في تنفيذ اتفاقية وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية الموقعة بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة. إلى هنا نصل إلى نهاية الموجز، قدمته لكم نوع مغربي، إلى اللقاء.